صباح الخير، كل عام وحضراتكم بألف خير. في البداية خليني أرحب بحضراتكم جميعا في العام الدراسي مع أطيب تمنياتي لعام دراسي سعيد وموفق بإذن الله. في الفيديو القصير ده إن شاء الله هنبتدي أشرح لحضراتكم إزاي هنتعامل على المنصة الجديدة بتاعة مايكروسوفت الخاصة بجامعة الأهرام الكندية. في البداية لازم يكون في إيميل على دومين الجامعة اللي هو acu.edu.eg. فالايميلات بتاعت المعيدين اولموست خلصت، و يعني اعضاء هيئه التدريس ان شاء الله في سبيلها انها تخلص وبعتها لحضراتكم باذن الله. في البدايه انا هفتح الموقع اللي هو outlook.com، هدخل الاكونت بتاعي. لو حضراتكم كنتم مدخلين الباسورد قبل كده فهو هيفتكرها اوتوماتيك وهيدخلنا على الموقع دايركت. طبعا ده الايميل، مش هو ده اللي احنا شغالين عليه. احنا اول ابلكيشن هنشتغل عليه اللي هو مايكروسوفت تيمز. فابتدي افتح الابلكيشن، هفتح مايكروسوفت تيمز. اول حاجة هنبتدي نعملها ان احنا محتاجين نكريت كلاس او تيم. التيم دوت اللي هنحط عليه الطلبة والمعيدين وكل الناس المشاركين في الكورس، وهبتدي نرفع عليه الماتيريال ونرفع عليه الفيديوز بتاعتنا. مثلا هنا موجود في كورس كنت عامله اسمه تيست كورس، انا هكريت كورس جديد جنرال. هدوس على الايكون بتاع تيمز، هعمل طبعا لو الكورس موجود خلاص هخش عليه على طول، هعمل join or create new team. بما اني انا الانستراكتور انا المسؤول عن الكورس، فهبتدي اكريت تيم جديد. التيم دوت مثلا هسميه لوجيك باسم الكورس، يا رب اكون فاكره صح، سي 200 مثلا و 202 لوجيك ديزاين واحد. ممكن احلله ديسكريبشن او لا. البرايفسي اونلي تيم ممبر كان add members. ممكن في البداية ابتدي احط users على الجروب او على الكورس. يعني انا كده كريت الكورس بتاعي. النكست ستيب انا محتاجها، محتاج ازود طلبة على الكورس ده. فانا عندي هنا 2 samples، واحد انا هعمل له اد وواحد هبعت له invitation according للكورس لسه اللي هتبقى متسجلة على الموقع بتاع التسجيل. فهبتدي رايت كليك، هدوس على اللي هي النقطتين اللي جنب لوجيك ديزاين ديت، هقول له اد ممبرز. هبتدي احط الايميل بتاع الطالب. على فكره كل طالب في الجامعه هو خلاص اتكريت له ايميل اسم الاي دي بتاعه اد اي سي دوت اي دي دوت اي جي. فمثلا انا هاد الطالب دوت، هقول له اد كده، الطالب دوت اتعمل له انرولمنت في الكورس. تاني طريقه ممكن انا ابتدي اكريت لينك او اكريت كود للكورس. الكود دوت هشيره مع الطلب مثلا على اي جروب او في المحاضره، من خلال هذا الكود هيقدر يجوين الكورس. فعلى سبيل المثال هقول له مانج التيم، هخش على سيتنجز، هقول له تيم كود، هجنريت الكود. الكود دوت المفروض ان انا هوزعه على الطلبه من خلال مثلا اول محاضره في الكامبوس، بحيث من خلال الاكونتس بتاعت الطلبه ديت هيبتدي يقدروا يجوينوا الجروب. انا دلوقتي هلوجن على اكونت طالب وهوريكم حضراتكم ازاي يقدر الطالب يجوين الجروب. انا فتحت براوزر تاني، هلوجن بالاي دي بتاع الطالب acu.edu.eg. بالمناسبه الطلبه القدام الباسورد بتاعتهم عشان يخشوا على الموقع هي نفس الباسورد المعتاد على كل الاكونتس بتاعتهم، وهنضيف عليها ات اي كابيتال سي يو، ات اي سي يو اي كابيتال. ده برضو الايميل، برضو هو الطالب هيخش على التيمز،
المفروض الطالب هيكون مثلا مسيف عنده اللي هو الايه الكود بتاع الكورس، فهيجوين الكورس باستخدام الكود. هقول جوين تيم، هيبتدي يدخل الكود بتاع الكورس اللي الانستراكتور اداهوله. كده الطالب بقى ممبر من التيم. خلاص انا كده سيبني بقى من الطالب وارجع تاني للانستراكتور تاني. اول خطوة مثلا خليني اشوف الممبرز بتوعي، هلاقي ان انا عندي تو ممبرز. الممبر الاولاني انا ممكن اكريت طبعا، يبقى الممبر ده يبقى اونر، فيبقى مثلا اللي هو مدرس ومدرس مساعد ومثلا استاذ وهكذا، يعني اللي قائمين على الانستراكتنج الكورس بيبقوا اونرز والطلبه بيبقوا كلهم ممبرز. فانا عندي اللي انا اضفته مانيوالي، وعندي اللي انا بعت له انفيتيشن. طبعا احنا هنعتمد ان احنا كل الطلبه هيخشوا بانفيتيشن. تاني خطوه هعملها هبتدي ارفع الكورس ماتيريال. خليني ارجع على الكورس نفسه. خليني ارجع على الكورس نفسه. هبتدي مثلا ارفع الملفات بتاعه المقررات بتاعتنا. هابلود فايل. الفايل ده مثلا المفروض ان هو هيكون المحاضره بتاعه ماده اللوجيك. هيبتدي ابلود الملف. الملف ده هيكون متاح لجميع الناس المسجلين في الكورس. فانا مثلا لو رجعت على الاكونت بتاع الطالب وعملت كده ريفرش للاكونت بتاعي او للصفحه، هلاقي ان في الفايلز ظهر لي اول محاضره رفعها الانستراكتور اللي هي دي. يبتدي يشتغل عليها. يعني التاني موديول محتاج ارفع الفيديوز. فاول حاجة هنعملها ان احنا هنفتح مايكروسوفت ستريم. فانا هعمل كده مايكروسوفت ستريم اللي هو بديل لليوتيوب بتاع اليوتيوب، يعني بديل اليوتيوب. اللي انا هعمله ان انا هكريت تشانل، التشانل ديت هرفع عليها الفيديوهات واعمل لها لينك جوه الكورس بتاعي. هو ان شاء الله الموضوع بسيط، يعني مش قضيه كبيره. وكمان الصراحه مايكروسوفت ستريم عن تجربه هو بيوبتمايز الفيديو، يعني مهما كان الفيديو كبير اللي حضراتكم رافعينه هو بيكمبرس الفيديو دوت وبيخلي حجمه مناسب جدا، ما يستهلكش باندويث كتير من الطلبه اللي حابوا يتفرجوا عليه، بالاضافه ان هم هيتفرجوا عليه لايف. انا زي ما حضراتكم شايفين فتحت مايكروسوفت ستريم. خليني في البداية خالص اكريت تشانل. اكريت تشانل، تشانل دي هسميها مثلا ايه، اسم الكورس سي اس اي 300 مش فاكر 202 لوجيك واحد. خلي الجامعة كلها تقدر يعني تاكسس التشانل ده، التشانل دي، بس طبعا مش هيقدر يوصل لها الا للناس اللي هم معاهم او جوه. هكريت التشانل كده، انا كريت التشانل. هبتدي مثلا ارفع الفيديوز بتاعتي. فانا هبتدي مثلا ارفع فيديو، مثلا سي هرفع اي فيديو يعني بي ابلود اهو، مش هغير اي حاجه، جاست هقول له شير. ده اللينك، بس خلي بال حضراتكم اللينك ده مش هيبقى متاح الا للناس اللي ليهم اكونتس على مايكروسوفت ستريم من اي سي يو، فمش هو ده الغرض يعني، بس خليني محتفظ باللينك كده بشكل ايه مؤقت. الفايل بيتعمل له ابلودنج اهو، اولموست خلص. بعد ما هو ابلودنج بيعمل له بروسيسنج.
احنا ممكن نسيبه ونخليه يعمل بروسيسنج براحته، هو خلاص خلص اهو، هنعمل له بابلشين. طيب المرحلة التانية انا عايز اشير ال channel دي، فهفتح ال channel بتاعتي، ال channels اللي انا مكريتها عندي، مثلا channel بتاعت اللوجيك ديزاين، هبتدي اقول له شير، هيديني الشيرابل اللينك بتاعي، هاخده كوبي. النكست ستيب هبتدي اشير ال channel دي جوه الكورس بتاعي، فهفتح اقول له اد، يعني فايلز، هاد بقى ايه ستريم. طبعا في حاجات كتير جدا يعني، بس هي دي الاساسيات اللي احنا محتاجينها علشان نمانج الدنيا عندنا. انا هشير فيديو شانل، مش فيديو، لو حضراتكم تحبوا شانل تشيروا فيديو فيديو براحتكم خالص، يبقى هن ابلود از فيديو وهنشيره از فيديو، بس هنعمل كل الحدوته ديت في ايه، كل مره نعملها او كل مره نرفع فايل كده. انا كريت للشانل، عملت شيرنج للشانل، بقت موجوده. لو رحت على الاكونت بتاع الطالب دلوقتي هنلاقي ان الفيديو موجود اهي، ده اكونت الطالب، هلاقي ان الشانل بتاعت الستريم اللي انا كريتها اصبحت موجوده، ويقدر الطالب يتفرج على الفيديو. هعمل تجربه تانية مع حضراتكم، اني هرفع فيديو تاني على الشانل من مايكروسوفت ستريم، واشوف هتظهر للطالب برضو فيديو جديد اهو انا برفعه على نفس التشانل. almost finished اهو، بيعمل بروسيسنج، اقدر اعمل له بابلش. وانس ان انا ببلشته على مايكروسوفت ستريم هيبتدي يظهر لي في التشانل لو انا جيت عملت لها ريفرش بالشكل ده. كده تو فيديوز ظهروا عندنا في التشانل اللي انا كريتها. وطبعا لو رحنا للاكونت بتاع الطالب وبرضه هو عمل ريفرش كده، هنلاقي ان الفيديو ظهر. كده احنا نقدر نرفع الكونتنت، نقدر نرفع الفيديوز بعد ما كريتنا المايكروسوفت تيم وعملنا انفيتيشن للطلب. في فيوتشر اخيره وفيوتشر مميزه الصراحه موجوده في مايكروسوفت تيمز، ان انا ممكن اعمل ميتنج كمان للطلبة بدل زوم، والميتنج ده وقته مفتوح، بس ده هيبقى محتاج ان احنا ننزل المايكروسوفت تيم ميتنج ابليكيشن على يا اما اللابتوب لو احنا هنشتغل من اللابتوب او على الموبايل. فانا لو جيت قلت له ميت هيقول لي هنخش على الابليكيشن، لان طبعا ما ينفعش اعمله بالبراوزر. فانا هفتح الابليكيشن اهو مايكروسوفت تيم مع حضراتكم. طبعا هيطلب الاكونت بتاعي، الايميل الجامعه والباسورد. وانس ان انا هخش عليهم هيطلع لي الجروبز او التيمز اللي انا مكريتها او كلاسز يعني اللي انا مكريتها. ميزه المايكروسوفت بلاتفورم دوت ان هو بيجمع كل حاجه في اي حاجه، يعني هو بيجمع الجوجل كلاس روم، بيجمع الزوم، بيجمع الباور، بيجمع اليوتيوب مع بعض، وكل ده بالاكاونت الجامعي بتاع الايميل والباسورد. انا اول ما دخلت على المايكروسوفت تيمز ابلكيشن بقى هلاقي المادتين بتوعي، مثلا دي ماده اللوجيك ديزاين، هبتدي اكريت ميتنج ناو او سكيدجول ميتنج. لو عملت ميتنج ناو هيبتدي ميتنج مثلا بخصوص وات ايفر اي حاجه. يعني هو انا مش هقدر اسجل الفيديو واشتغل لان هو الاوديو ديفايس مشترك يعني. anyway ممكن بقى دول suggested users، ممكن مثلا ده واضح ان هو اونلاين وده مش فاتح اصلا، فده مثلا ريكويست جوين هو هيعمل له كولينج
لو روحت على الاكونت بتاع اليوزر هلاقي ان في ميتنج وبيدعوني للميتنج من 30 ثانية، فهو المفروض هيجوين بس انا شغال على نفس الجهاز مش عايز ابهدل الدنيا. فهو الطالب يقدر يجوين. لو رجعت الاكونت بتاعي هقول فين الميتنج، شغل الفيديو او نطفي الفيديو، نعمل ميوت بتاع زي زوم بالظبط، وان ليميتد ريزوليوشن كويس زي ما حضراتكم شايفين. شكرا جزيلا، اتمنى ان يكون وصلت المعلومه مفيده وبسيطه، واطيب تمنياتي بسمستر سعيد وموفق لحضراتكم جميعا. كل عام وانتم بخير.